يا دكتور اسمحي لي بس حضرتك. نرجع لل انا بس عايز اتكلم هنا على نقطتين. دايما المسؤولين وهم بيطرحوا الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه بيتكلموا يعني كلام دقيق ومظبوط الحقيقه، لكن احيانا بنبقى محتاجين نفهم اكتر على مستوى المواطن العادي يعرف يعني فلسفتنا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده ايه. احنا بنعمل كده ليه؟ زي ما اتقال كده ان احنا خلال الفترة ديت احنا حريصين جدا على موضوع التعليم والصحة والصحة الإداري. طيب للصحة قلنا ان احنا عشان نتصدى ونقدر نحقق نتيجة محتاجين نعمل تأمين صحي شامل، والمفروض ان النهاردة هنطلقه. انا بتعامل دايما معاكم في اطار حاجتين، الصراحه الشديده والشفافيه الشديده كده عشان شوفوا الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه ده. قبل ما اتكلم انا قلت احنا متحركين في مسالتين، المساله اللي احنا قلنا فيها المبادرات والهدف منها اللي هي تخفيف والتصدي للتحديات الصحيه اللي بتقابل الناس وهتبقى فيه محتاجة تدخل من الدولة بشكل كبير عشان نحلها. وبنتكلم على من أول نقطة قوام الانتظار، احنا بنتكلم على 300 ألف عملية خلال سنة تقريبا، وإذا كانت الدكتورة يعني تأكد لي خلال سنة تقريبا. لما بدأنا ده كان الرقم المطروح قدامنا في قوام الانتظار 18 ألف، كان منهم 6 ألف خلصانين، والدكتور عرضت عليا ان احنا انا قلت الكلام ده قبل كده، قد فضل 12000، فقلنا نخش نتصدى ليهم. لما تصدينا ابتدت يبقى في ناس تطرح قوائم انتظار اخرى او تطرح ناس لعمليات اخرى. قلنا مش هنتوقف، قلنا مش هنتوقف، بس خلي بالكم التكلفه الماليه لل 300000 احنا بنتكلم في اكتر من 2 مليار، مش كده يا دكتور؟ صحيح يا فندم. كويس، انا بقول كده للناس ليه؟ عشان يعني احنا حبينا ان احنا ما نخليش انسان راجل ست طفل شيخ، انا شيخ يعني راجل كبير في السن، يعني ان هو يبقى محتاج علاج واحنا علاج حاسم علاج مكلف ونسيبه. وبالتالي احنا مستمرين هنا، ودي تكلفه ماليه حطيناها لان قلنا ان احنا عقبال ما نصل للنقطه الثانيه اللي هي خاصه بالتامين الصحي الشامل هناخد مدة زمنية طويلة طبقا للتخطيط اللي احنا عاملينه. وبالتالي احنا دخلنا بالمبادرات عشان نحل المسألة ديت خلال السنوات اللي احنا موجودين فيها، وحتى نصل الى التأمين الصحي الشامل زي ما قلت. مبادرة القضاء على الفيروس سي، وده كان موضوع تحدي بالنسبة لنا وكان موضوع بيقلبنا جدا كمصريين. والحمد لله رب العالمين اتعمل الفحص والشامل خلال المدة اللي فاتت، وقدرنا نصل إلى المواطنين اللي هم محتاجين علاج والأمر ماشي. وقلنا بالمرة نعمل الفحص للأمراض غير السرية اللي هي الضغط والسكر والسمنة، وبرضو الأمر ماشي. دكتور قالت احنا بنعالج الأمراض غير السرية، أقصد بيها إيه؟ لما لقينا حد عنده سكر قلنا له وبنتصدى، لقينا حد عنده ضغط قلنا له وبنتصدى لو الأمر محتاج. وإذا كان كلامي ده مش دقيق أكدي كلامي دقيق. ثم بعد كده دخلنا على أولادنا اللي هم قلنا بدل ما احنا بنبص على الفيروس سي هنخش كمان على الجامعة والولاد اللي يعني الشباب اللي هو في ثانوي، ثم اللي بعد كده لأن كان بقى في علاج لو لا قدر الله حد مريض يتعالج عشان ننتهي من الموضوع ده. وأنا كنت قلت ساعتها إن احنا في كل وبأكد الكلام في كل دخول جامعة أو مدرسة لابد من إجراء فحص الفيروس سي مرة تانية، بس المرة دي على حساب الأسرة، مش هكلف كتير، ده بكلف 20 جنيه أيوة 20 جنيه. يبقى ده عشان نتأكد إن الجيل كله بعد إحنا ما صفينا المسألة بتاعت الفيروس سي خالص، إن إحنا أولادنا اللي طالعين في مراحل التعليم المختلفة وصولا للجامعة بيكشف عليهم كل سنة حتى لا قدر لو حد مريض ولا حاجة يتم علاجه. أنا بس بأكد النقطة ديت. ثم دخلنا على لما
تم في احد اللقاءات من جمعيه المجلس القومي مش كده؟ قالت ان احنا في عندنا مشكله في علاج سرطان فاحنا كان حوالي 12 13 ألف هم اللي كده، وقلنا ساعتها نتصدى كدوله ونتم علاج الموضوع ده ونفحص بالمره وندي الوعي المطلوب، لان الكشف المبكر ممكن ما يبقاش محتاج ابدا، مش بس التكلفه الماليه بتاعته او المسار العلاجي بتاعه، لا حتى المسار النفسي، لانه مش هيعيا يعني مش هيحصل له المضاعفات بتاعه المرض دوت، واحنا ماشيين فيها. اتكلمنا على القواقع وقلنا ان دي كانت تحدي موجود لاولادنا مش قادرين يسمعوا كويس، وكمان كانت تتمنى ان الدكتوره تحط نور حياه، لان ده اجراء الدوله عملته، مين عمله مش مهم لكن الدوله عملته. صحيح. نور حياه اللي هو الكشف على الاطفال في المراحل التعليم في المراحل التعليم المختلفه، واللي عنده مشكله نقدم له العلاج اللازم، سواء كان عمليات او انا بتكلم على الاطفال الاول، عمليات او النظارات الخاصه بيهم، ثم كبار السن اللي هو لو عندهم اي مشكله في العينين ونعالجها. وده برضه احنا ماشيين فيه، وقلنا ان احنا هنعمل كشف طبي، كشف مبكر للسمع، اختبار سمع، وجبنا المعدات بتاعته، مش كده يا دكتوره؟ ايوه يا فندم. جبنا المعدات بتاعته اللي هي كل الولاد الحديث الولاد. طب انا بقوله دلوقتي ليه؟ بقوله دلوقتي عشان كل انسان او كل اسره هتستقبل مولود جديد تبقى حريصه على ان هي تعمل، وانا قلت الكلام ده برضه قبل كده، تعمل الفحص اللازم، لان الكلام الكشف المبكر يخلينا نتدخل بشكل مبكر، وبالتالي المضاعفات تبقى في اقل ما يمكن، ما نعانيش بعد كده اكتر مع ابننا او بنتنا اللي هم حديث الولاده، وربنا يدي الصحه لنا كلنا. انتهي بمبادره دعم مرض الفشل الكلوي، وانا بقول هنا ان الدكتوره قالت الارقام، لكن احنا بنقول الكلام ده اتعرض عليها من يوم ولا يومين، وكان مطلوب 18 مليون دولار عشان كامل احلال، كامل احلال المعدات اللي خاصه، الماكينات اللي خاصه بالفشل الكلوي تبقى متوفره في كل مستشفيات مصر على اعلى كفاءه ممكنه، بحيث انها تؤدي الدور كده. ده النص الاولاني. طب النص الثاني بقى، النص الثاني اللي احنا جايين نشتغل فيه النهارده ونفتتحه النهارده،